شركة ميديوتيا شركة مغربية اللي الاختصاص ديالها هو يعني الصحة الرقمية. احنا كنتواجدوا اليوم في إطار المنظرة الصحية الثانية الإفريقية للتقليص من المخاطر الصحية. إذا التواجد ديالنا هذا النهار في هذه المناظرة كيجي من أجل تقديم المنتوجات ديالنا الجديدة اللي كتمكننا نقدموا واحد الخدمة بالنسبة للمواطنين سواء في المغرب أو كذلك بالنسبة للتصدير. هذه المنتوجات هذه كتشمل العديد من الحلول ديال الطب عن بعد. هذه الحلول الطب عن بعد هما عبارة عن أجهزة اللي كيمكننا بالقيام يعني بالتشخيص عن بعد بعض الأمراض خاصة يعني الأمراض ديال الطب العام والأمراض الاختصاصية اللي كتحتاج الأطباء اختصاصيين. هذا الشيء زاد أكد على الضرورة ديال الطب عن بعد من أجل تقليص من الحدة ديال اللي كنسميو حنايا التصحر الطبي ولا ديزير ميديكو، يعني المناطق اللي ما كيكونش فيهم الأطباء المتواجدين خاصة الأطباء اختصاصيين اللي كيمكن نحتاجوهم مثلا من أجل العلاج ديال هاد الأمراض ومن أجل الوقاية كذلك. الأجهزة ديالنا أو التقنية ديالنا كتحتوي كذلك على أنظمة جديدة ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتمكن كذلك الأطباء مثلا خاصة اللي كيكونوا الطب الأطباء العامين مثلا كنمكنهم يكونوا عندهم يعني جميع المعلومات الضرورية اللي كتمكنهم من التشخيص في ظروف يعني نقولوا اوبتيمال، يعني ظروف نموذجية. يعني مثلا واحد الطبيب اللي مثلا عاد تخرج ما كيكونش مثلا شاف الحالات كثيرة من في إبان يعني نقولوا الفورماسيون دو التكوين ديالو. يعني هاد المسائل هاد نقولوا هاد التكنولوجيا الجديدة ديال الانتيجونس ارتيفيسيال ولا ديال الذكاء الاصطناعي كتمكنوا انطلاقا من المعلومات اللي كيتوصل بها عبر الاجهزه ديالنا عبر هذوك لي زيكيبمون اللي كيعطيو مثلا السرعه ديال مثلا الامراض الجلديه امراض العيون. هذيك كاين هذوك الاجهزه كيعطيونا بعض المعلومات، ديك المعلومات كيتم انسجام ديالهم بطريقه ذكيه في هذا النظام هذا ديال الذكاء الاصطناعي، وكتمكن انك تساعد هذاك الطبيب على تشخيص هذوك الامراض وفق المعايير الدوليه. وطبعا احنا دائما شركه ميديوت كنحاولوا نقدموا الجديد، يعني دائما منتوجات جديده. عندنا كذلك اللي كنسميو لي كابين ديال التليميديسين اللي شفناها، وكنحاولوا كذلك بطريقه وطنيه ان كنتعاونوا طبعا مع المواطنين ديالنا، كنحاولوا نقدموا دائما خدمه جيده ان شاء الله.